الطلب المتوسط. امتحان ايه بقى النهارده؟ انجليزي. مدرسه ايه؟ عبد المنعم رياض. الامتحان كان كام سؤال؟ كان هو كان الدوس كان 30 والقطع كانوا 4 اختياري. كان هو الامتحان كان عادي يعني، كان سهل وحلو الحمد لله. كام سؤال سهل كده بقى من وجهه نظرك يعني؟ الامتحان كان حلو الحمد لله يعني، صعب. انا انجليزي. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ما شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله وعقبال الاحياء بقى كده ان شاء الله. مبسوطين، بس هي المشكله مش في الامتحان ولا في المراقبين ولا في اللجان، المشكله في لجان التصحيح. ازاي؟ لان احنا خدنا تجربه السنه اللي فاتت وكل سنه بنخد نفس التجربه بعدم التركيز من المدرسين في التصحيح. التصحيح يكون تمام. حلو. اعمل الامتحان اللي انت عايزه بس التصحيح التصحيح التصحيح. احلى امتحان واحلى مرابين واحلى ناس والدنيا حلوه وكله تمام. مستوى الطالب البريطاني باذن الله باذن الله باذن الله هندسه بعون الله. حليت كويس الحمد لله. كان امتحاني النهارده الانجليزي. انجليزي. قول يا رب، انا مش قادره اقول اي حاجه، انا اعصابي تعبانه بصراحه وبقول يا رب. بس العربي كان كويس والحاجات الثانيه العربي كان حلو. يعني الحمد لله المرحله الامتحانات لحد دلوقتي كويسه والحمد لله.